يعني فواحد من إخوانك علق في الصفحة وقال يعني كيف نقول بر والديك وأحسن إلى زوجتك، أو كيف تقول أنه لا ينبغي أن يكون بر الوالدين على حساب الزوجة وحسن معاملتها، وأقول أنه لا ينبغي أن تتغدى عند أمك وتترك زوجتك تتغدى لوحدها. نعم، يعني أن تنزل ضيفا عند أمك، نعم لا مانع من ذلك، لكن كل يوم عند أمك تتزوجت ليه؟ ولد أمه بقى أخونا، صح ولا لا؟ طيب بنت الناس مش تعمل في دارها، خاصة إذا ما عندهاش أولاد. فأخونا قال يعني من أين جاء بهذا الشيخ منير؟ فواحد علق له قال له يعني يسأل اللبان من أين جاء بالحليب، غريب الشكل. طيب ما هي آية كريمة تقول لك وعاشروهن بال مش سيدنا محمد اللهم صل عليه في أخرى آيات حياته آخر في رمق حياته وهو يودع الدنيا يقبل على الآخرة يقول استوصوا بالنساء. طيب النساء أمك بس ولا أمك وزوجتك؟ مو التنتين. استوصوا بالنساء خيرا، يعني الأم والزوجة. أنا لا أجامل الزوجات لكن لازم نعدل الكفة. واحد ماسك لي اياها بر الوالدين، بر الوالدين على راسي، بر الوالدين من فوق، فوق دماغنا من فوق، لكن ما تنساش حق بنت الناس بزعم بر الوالدين، هذا لا يصح أبدا. ولذلك المقولة تجمع ماذا مطلوب من الآيتين الكريم، قال تعالى وبالوالدين، وقال تعالى وعاشرهن بال، فمقتضى هاتين الآيتين ينتج عنهما ماذا؟ بر والديك وأحسن إلى زوجتك، وأحسن إلى زوجتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وفهمنا يا رب، اللهم فهمنا يا رب. لا يصح أن الإنسان يأخذ، ولذلك قالوا نصف طالب علم يفسد ما لا يفسده سبعون شيطانا. اللي بيقرأ بعض آيات القرآن ويترك البعض الآخر يبقى نظرة ماذا؟ غير سليمة، غير صحيحة، لأنه نظر إلى شق الآيات من الآيات الكريمة وترك ماذا؟ الشق الآخر. وهذا هو الخطأ الذي نتج ماذا عن الفهم في هذه الأزمان.